عصفور يغرد فوق شجرة الأغنية العربية، يتعامل مع الدنيا بمنطق الفروسية، عاشق يجيد العزف على المشاعر الإنسانية، يسافر بأحلامه لشواطئ نجومية، في صوته قوة وفي أدائه عذوبة، المطرب رامي عياش في عقد النجوم. الفنان الجميل رامي عياش، مساء الخير. مساء النور. ايه رايك في الجو ده؟ جميل. شايف الارض بتلف ايه؟ برد. برد؟ بردان؟ جميل. قالوا لي ان رامي عياش بيعشق التلج. جدا. ليه؟ نظيف. ايه؟ نظيف. وبتمارس كل الرياضات اللي مطلوب انك تمارسها على التلج، مظبوط؟ طبعا. زي ايه بقى؟ زي السكي والسكيدو، يعني حتى موتوسيكل التلج ده. كل الحاجات تختص في التلج بحبها. وبتحب الجبل جدا. طب هل الجبل برضو رياضات معينة انت بتمارسها؟ يعني بشكل عام كل حاجة بتمس الطبيعة بشكل عام كلها بحبها قوي. والبحر جدا طبيعة. البحر مار شوية. طب يعني انت بتاخد 10/10 في بحر الغنى. تدي لنفسك كم من 10 في بحر الحب؟ 100/10. وكم من 10 في بحر الصداقة؟ 200. وكم من 10 في بحر الجدعنة؟ 10. قل لي، لما بتعدي عليك صحب الإحباط بتواجهها ازاي؟ الإيمان. امتى بتحس ان في فيضان غضب جواك ومش قادر تعبر عنه؟ بالظلم. انت بتكتب مشاعرك جواك؟ جدا. انت تنفجر بقى زي البراكين على المسرح. البركان ده ممكن يبقى شيء مفيد احيانا وشيء مضر احيانا اخرى. المفروض يكون مفيد علشان انا موظفه في حالة فنية. يعني غيمة سوء الفهم لما حد يفهمك غلط بتتعامل معاها ازاي؟ بحاول ابرر، بحاول اوري وجهة نظري. واذا اللي قدامك لم يقتنع؟ ربنا يسامحه يعني. ايه الفكره اللي ممكن تهزك من الاعماق؟ الفرق. انت مشاعرك تفور؟ مشاعري تفور بالنجاح. انت تحس انك سخن لما اخرج من الاستوديو ده؟ انت تحس بالبروده رغم ان الجو دافي؟ انا ابتديت عشان ابن مدينه دلوقتي، فالبروده عامه المكان. ادفى حاجه في شخصيتك ايه؟ ادفى حناني. شبوره الارق بتزورك؟ يعني بتنام كويس ولا بتاخد وقت عشان تنام؟ احيانا حسب الحاله اللي انا فيها. تنام حلو في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء. غنيت لي الليل مش كده؟ طبعا. ممكن تغني للنهار؟ هو من الطبيعه. لا. ممكن تغني للنجوم؟ ممكن. تحب القمر؟ حبيبي. تشوفه ازاي؟ تفاؤل. بتقابل نفسك في الليل؟ جدا. بتقول له ايه؟ بعاتبه. على ايه؟ على بشكل عام، على حياتي. قول لي، الطقس العاطفي جواك سهل ارصد ملامحه ولا صعب؟ صعب. ليه؟ علشان بعتبر نفسي من اللي بيدوا اكتر من اللي بياخدوا. صعب. انت تمطر حنان على اللي حواليك كل يوم. انت مشاعرك تبقى زي الصحراء. قليل قليل جدا. احيانا النفس ممكن تتشقق زي الارض. جالك الاحساس دوت؟ طبعا. امتى؟ كل يوم. ليه؟ كل يوم وشويه. ليه؟ المفروض. المفروض ليه؟ المفروض تكون تشبه الطبيعه شويه. الطبيعه اوقات بتكون متشققه، اوقات بتكون صافيه. انت بتحب تسمي نفسك ابن الطبيعه؟ جدا. ايه اكتر حاجه في الطبيعه ما بتحبهاش؟ ولا حاجه. ولا حاجه ابدا.
يعني كل ما في الطبيعة حتى الكوارث الطبيعية بتحبها؟ طبعا. طب قول لي كارثة طبيعية في شخصيتك. بتضحك على ايه؟ كارثة طبيعية في شخصيتي انه ال صباح الخير. قول يا رب يقول. يعني كارثة طبيعية يعني في شخصيتي. يعني شخصيتك فيها حاجة كده طبيعية بس انت شايفها انها كارثة. قلة احترام المادة كارثة. المادة بشكل عام ما بتحترمهاش ابدا. ليه؟ شوية واقتناع شوية. رضا قناعة. قناعة. والقناعة كنز لا يفنى. طبعا. دخت ولا لسه؟ لسه. كلهم قالوا لك دخت صح؟ لا كلهم قالوا لك دخت. دخت؟ لا أنا لسه. ممكن أوقفك بس بشرط. ايه. تاخد نفس عميق جدا. في غنوة جميلة قوي اسمها اشتقت لك. تقولها لمين؟ بقولها للمرحوم خالي. انت لما كتبتها كانت موجهة لحد؟ كتبتها ولحنتها كانت لي. لو حبيت تقولها لحد دلوقتي تقولها لمين؟ من الناس بشكل عام يعني. ممكن تشتاق لرامي عيش؟ طبعا. بيوحشك؟ جدا. وبعدين لما بيوحشك بتعمل ايه؟ باخده للطبيعة. انا اعرف ان انت بتمارس كل الرياضات الصعبة من صيد لتزحلق على الجليد لكل الحاجات اللي ممكن تكون فيها خطورة. نعم. ده بيديك ايه؟ لا ما بيدينيش يعني مش بيديني رضا ولا حاجة بس بيخليني يعني محافظ على رامي اللي بعرفه اللي بحبه يعني. مش انه الفن اخدني من هوايات خطره. طب ولا انت بتصطاد؟ ممكن حد يصطاد مشاعرك؟ طبعا اي حد ممكن يصطاد مشاعرك. طبعا. يعني انت صيد سهل؟ طبعا صيد سهل للمشاعر الرقيقه والحلوه اكيد. افرض المشاعر مش حلوه ولا رقيقه؟ سهل برضه ممكن اتاثر اكيد. حصل؟ بيحصل في كل يوم في كل لحظه. يعني في موقف في حياتك لقيت نفسك صيد سهل المشاعر مش بريئه؟ هو يعني ما هي الدنيا كلها انرجي يعني. كلها طاقه. بيحصل حاجات كتير معاك بس بتتفوت. بتتصرف ازاي مع الصياد اللي اصطاد المشاعر دي؟ ما اعرفش والله ازاي يعني بس بسلم نفسي لنفسي يعني. ايه حكايه الطيران؟ بتسوق طياره رامي؟ بسوق طياره فعلا. قائد ماهر؟ مش لسه قلت لك؟ قلت لي انت قبل التصوير. بسوق طياره. بتحس بايه وانت سايق الطياره؟ مسؤولية. واحد طاير يعني. طب دلوقتي لما واحد بيمارس كل الرياضات الصعبة وبتاع تفتكر يحق ليا اقول له عقدك ايه وبتخاف من ايه؟ انا اعتقد كده انت قفلت في وش الباب انك ما بتخافش خالص. كويس كده. ما بتخافش؟ يعني اكيد في فوبيا مستخبية كده ولا كده؟ لا فعلا؟ لا فعلا. لا ضلمة ولا نور ولا لا يعني أول حاجة فكرت فيها الضلمة بس فعلا ما بخافش من الضلمة أبدا. إذا كنت أنت بتخش في الصعب هتخاف من الضلمة إزاي؟ على فكرة إحنا بنخاف من الضلمة بسببين. إيه؟ دي حاجة ما حدش بيعرفها. السبب الأساسي اللي هو الأفلام. أفلام الرعب؟ الأفلام الرعب والأفلام اللي فيها ضلمة ودايما بيطلع حاجة من الضلمة فإحنا البرنامج عندنا كده دلوقتي. حد يقول لك بخ كده من الضلمة. أو يعني في حاجة رعب بتطلع لك من الضلمة. مفيش حاجة رعب طلعت لك قبل كده في ضلمة؟ لا. عشان كده انت قدرت تقهر الضلمه. اقهر الضلمه علشان يعني الموضوع موضوع نفسي اكتر من انه موضوع حقيقي يعني. برافو عليك. ايه الصفه اللي بتتمنى انها تكون موجوده فيك؟ زي ما قلت لك قبل شويه. احترام الحاجات السخيفه. حد قريب منك قال لي انك قدمت استقالتك من العصبيه. لا بالعكس. عصبي؟ عصبي نادرا بس. عصبيتي ممكن تكسر وتدمر. قاتله. امتى بتحس بهدوء النفس؟ كل يوم. كل يوم. انت تجيد العزف على الات كتيره جدا. نعم. والالات الايقاعيه. نعم. تمام. اللي عايز يعزف على مشاعرك يعمل ايه؟ يعني ايه اهم حاجه في النوته الموسيقيه للحن اسمه رامي عياش؟ يعني حاجات كتيره مش حاجه واحده بس. تحب الطبله؟ الطبلة من مجموعة الإيقاعات اللي بحبها. تحبها؟ قوي؟ علشان الطبلة مفهومة غلط. الطبلة كان ليها مفهومين. برضو؟ طبعا. الطبلة اللي احنا تعودنا عليها هي اللي هي اللي ورا الرقاصة. والطبلة الجديدة اللي هي بتختص في الجاز بتختص في طب احنا بنس